اهلا بيكم في قناتي خطوه بخطوه. يا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. النهارده هنخزن مع بعض الثوم بطريقه سهله جدا. اول حاجه حطيت الثوم في شويه ميه، اتقشر معايا بسهوله جدا. محضره معايا برطمان طبعا مع قمعه وناشف جدا. احط الثوم من غير اي اضافات، وبعد ما احط الكميه كلها هبدا احط على حسب الكميه معلقه او اتنين ملح، وبعدين هرجعه وبعدين احط عليها الزيت لحد ما يغطي كميه الثوم بس كده من غير اي اضافات. هقدر احطها في التلاجة وتقعد معايا فترة طويلة جدا من غير ما التوم يتغير، بالعكس اقدر استغل الزيت بتاعه كزيت توم. حاجة كمان اقدر اخلي الوصفة دي في الفليزر لو انا حطاها في برطمان بلاستيك او حطاها في كيس بس من غير زيت. وبالهنا والشفا، ياريت تكون عجبتكم وصفاتي، وباي باي. بس ما ننساش نعمل اشتراك ولايك وتفعيل الجرس.